مشاهد الكرام، ينضم إلينا من كردستان سوريا ومن قامشلو بالتحديد مراسلنا أختين أسعد ليحدثنا حول الانتخابات الرئاسية. نعم يا أختين، تفضل. نعم زملاء في استديوهات أربيل لزاغروس تي في، تحية طيبة لكم ولجميع مشاهدي زاغروس تي في. أبدأ إحاطتي الإخبارية من كردستان سوريا بالانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم مراكز الاقتراع فتح أبوابها في سوريا كافة وفي كردستان سوريا، اقتصرت فقط على المربعات الأمنية في مدينتي قامشلو والحسكة. الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطي كانت قد أعلنت موقفها سابقا من هذه الانتخابات بأنها لن تسمح بإجراء هذه الانتخابات في أراضي سيطرتها، ولن تكون هناك انتخابات لأن الانتخابات هذه غير شرعية، فلا يمكن لأن تكون هناك انتخابات بحسب رأي الإدارة الذاتية طالما أن الحل في سوريا الحل السياسي لم يصل إلى نهايته بعد. يعني الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية في سوريا أعلنت أن المراكز بدأت باستقبال المواطنين. هناك ثلاث مرشحين، اثنين منهم سوريين وآخر هو الرئيس السوري الحالي بشار الأسد. هناك يعني وسائل إعلام موالية للمعارضة السورية ولتركيا أيضا تحدثت عن مظاهرات في مدينة درعا وفي محافظة درعا ضد شرعية هذه الانتخابات. يعني بشكل عام كانت هناك مواقف عديدة ضد هذه الانتخابات منها دول أوروبية ومنظمات دولية أعلنت أن هذه الانتخابات غير شرعية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وخاصة في ظل احتدام الصراع وفي ظل تواجد عدد كبير من القوى الدولية والإقليمية في الأراضي السورية. في كردستان سوريا لن يكون هناك حتى يعني اقتراع، لأن حتى في المربعات الأمنية لن يكون هناك توافد من الكرد ومن المواطنين على هذه المراكز بشكل كبير. أيضا الآن وفي جولة حول هذه المراكز لاحظنا أنه لا توجد تجمعات كما السابق ولا توجد يعني حركة كبيرة على هذه المراكز. سيقتصر الاقتراع على الموظفين الحكوميين والذين يصفهم المراقبون أو يصفهم الناشطون بأنهم مجبورون على الاقتراع والتصويت لبشار الأسد. هذا كل ما لدي اليوم في هذه الإحاطة، معلومات وأخبار أخرى أكون معكم في نشرات. نعم من كردستان سوريا.